هاي حبايبي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير كتير كتير. ما كنت شي يوم اتوقع انه انا بيوتي بلندرات شي ان رح تكون هي المفضلة عندي، واترك الماركات الغاليات الهي، وهي اضل بستخدم هي الرخيصة. تخيلوا كل هاي العلبة يمكن حقها ما بعرف 7 درهم 10 درهم، I don't know. شوفوا كم وحدة فيها، وفيها 2 صغار لتحت العين. اختراع رائع عن جد. ما رح استخدم شيء تاني غير هدول السبونجز من هون رايح، لا فرشة لا بيوتي بلندرات تانين. هدول بس اكتبوا على شي ان بيوتي بلندر او هيك شيء بيطلع لكم، بيطلع لكم. هي تجي بهي العلبة اصلا، انا ما شاري هي العلبة، هي بتجي بهي وفيها هاي. شوفوا انا اوريدي عم بستخدم وحدة، شوفوها كيف هيك سوفت، هيك تصير كتير صغيرة. انا بحب لما يكونوا سوفت وخفيفين على البشرة، يعني هيك ما بيضغطوا كتير على البشرة، هيك بيعطيكم احلى تغطية. انا بللتها فمشان هيك حجمها بيكبر شوي، فانا كتير بحب لما البيوتي بلندر يكبر حجمها، بحس بتعطيني نتيجة احلى. فهيك شكلها، هي عم بستخدمها اوريدي، هدول رح حافظ عليهم اوكي، ما رح استخدمهم لانه هلا لبين ما هي استخدمها وتخرب بستخدم وحدة جديدة، لازم احافظ عليهم من كتر ما حبيتهم عن جد. يمكن كمان اوصي علبة تانية، بس هدول صغار ما استخدمتهم. I think انه انا كتير مناح لتحت العين. وصيت كمان اختراع حلو من شي ان، هدول الباتس لتثبيت الباودر، باودر باتس هيك بينحطوا اللي تبسوا بالاصبع، يعني هيك بيجوا على اماكن الضيقة كثير بتتحكم. انا بصراحة مو كتير بتحكم بهي انه اعمل تحت العين، فبستخدم هدول اللي صايرين اصغر او البيوتي بلندرات اللي هيك كتير صغار. فهذا اختراع كتير حلو، تك 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 تك. خلص كتير حبيت هذا الاختراع. كمان حبيت هيك افرجيكم اليوم، اعطيكم نصائح اشياء فادتني منه، الزيت اللي حكيت منه عليه قبل شوي. شو كمان حابة كمان افرجيكم؟ شي وصيته من شي انا كتير حبيته كمان حابة انصحكم فيه اذا انتم بتحبوا هاي الاشياء. وصيت على ايلاينر ستيكرز، يعني هدول هيك بينحطوا صايرين لونهم هيك فسفوري، وبينحطوا هيك ما بينشالوا يعني، بس بينحطوا كأنه انتو عاملين ايلاينر عند ميك اب ارتست بروفيشنال كتير. وهي الالوان في نجوم تحت، بس هدول النجوم ما حبيتهم صراحة، بس هدول الايلاينرات كتير حلوين، كتير حبيتهم للتصوير وهيك، انا بحب هاي الاشياء. حبيت كمان وصيت كمان على ستيكرز، هدول فيهم كريستالات وفي منهم هدول اللؤلؤ مثل اللؤلؤ. هدول كمان بستخدمهم لما بعمل ميك اب عشان هيك احلي الميك اب شوي. وصيت منهم 2، ما بعرف ليش نفس يعني هو نفس النوع بس وصيت منه 2. كتير متحمسه اجرب هذا الايلاينر، جربوا معكم، خلينا نجربه هيك اشوف كيف رح يطلع شكله. انا عندي بس 2 منه، سو رح استخدم واحد هلا بس هيك للتجربه، والثاني بستخدمه لما بحس انه في حفله او في شيء هيك بده ميك اب شوي يكون جريء. اوكي بصراحه ما بعرف كيف بيستخدموا. اوكي والله هي شكلها حساسه، هي انه كثير رقيقه، ما توقعت هيك رقيقه كثير. اوكي ليتس سي، هاي المفروض تنحط هون صح؟ لا انا حاطه ايلاينر فشكله ما حلو طالع، مال ايلاينر لازم يكون من دون. انا عم بجرب معكم اوكي، يعني انا ما بعرف كيف حيطلع شكله. اوكي حلو حلو، بس انه الايلاينر اللي انا حاطته مخرب الموضوع، شايفين؟ المفروض هيك يكون مش موجود هذا الايلاينر، بيطلع احلى بكتير. حبيت بس انه الايلاينر مخرب الموضوع، خليني اشيله. وبصراحة مريحة لانه كتير رقيقة، شايفين؟ فما يعني ما حاسة انه انا حاطة شي على عيني. في كمان بيجي هذا الخط، اذا بدي اعمل بس مثلا خط تحت هذا الايلاينر خليني اجربه، لانه انا حاطة ايلاينر اوريدي
I think هذا بيطلع حلو الخط تحت الايلاينر تبعي. شوف ليش ما عم يطلع. اوكي هاد مفروض هيك ينحط. واو هاد بجنن guys look. تخيلوا الثاني كمان. واو 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 شوفوا حبيت حبيت حبيت. لا هاد حلو هاد اوكي هاد ممكن استخدمه اللي تحت. اوكي كثير عجبني بصراحة. رح احط الثاني وارجع لكم مشان اشوفهم هيك الاثنين. بسم الله ان شاء الله هلا امان يجيب العيد. اوكي هيك 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 هيك. ليش مو مبينين بس كثير حبيت. واو هاي اذا بدي هيك شي يوم اروح مثلا ايفنت جري ايفنت ميك اب اكيد راح احطهم اكيد مليون بالمية. ممكن كمان احط كريستالات مثلا من هدول كريستالات مو اللؤلؤ الكريستالات اللي هيك صايرين لميعين. ممكن هيك احط اثنين هون او شي طلع تحفة. حبيت كتير هذا الاختراع. للي بيعرفني بيعرف انه انا بعد ما ولدت ادم صرت اعاني من تساقط الشعر. يعني صار شعري خفيف تقريبا خسرت نص شعري او هيك شيء. فعملت كتير شغلات لشعري لحتى ارجع كثافة شعري الاولية قبل الحمل. بس حبيت اشارككم الاكسبيرينس تبعي. شغلة من شغلات يلي ساعدتني شوي ارجع كثافة شعري هو هذا الزيت الافغاني. وصلني من ام سعود من تقريبا شهر او هيك شيء. وانا من وقتها اول اسبوع استخدمته بشكل يومي وثاني وثالث ورابع اسبوع استخدمته يوم ايه ويوم لا. فبصراحه بصراحه لاحظت كثير فرق بين قبل وبعد. حسيت انه عندي كثير بيبي هير عم يطلع هون قدام وطبعا ورا كمان بس الورا شوي ما بيبين مثل القدام. انا بيبين معي من قدام فحسيت انه بلش. فأنا ببين البيبي هير تبعي من قدام يعني ما بشوفه من ورا لأنه شوي صعب تلاقوه من ورا بس من قدام هو اللي ببين. بتعرفوا أنه أوكي هذا الشيء عم بيجيب نتيجة. فهاد لحد الآن أنا عم بستخدمه صار لي شهر ما وقفت مثل ما قلت لكم يوم أول أسبوع كل يوم. وبتخلوه بخليه عادة أنا على شعري تقريبا 4 ساعات إلى 5 ساعات. ممكن تخلوه من 4 ساعات إلى 6 ساعات كأكتر شيء. فكتير كتير بصراحة لاحظت فرق. وكمان بالأخص الطول أنا كشخص شعري صعب كتير يطول ما بعرف ليش. يعني في ناس شعره يعني صعب يطول وفي ناس لا ما شاء الله شعره بيطول بسرعة. أنا مع الأسف من هاي الجهة التانية اللي ما بيطول شعره. حتى بالطول لاحظت فرق مو بس بالكثافة. أنا بصراحة استخدمته أكتر شي مشان الكثافة مثل ما قلت لكم. بعد ما ولدت آدم خسرت تقريبا نص شعري فكتير بصراحة تعب لي نفسيتي هذا الشيء. بس بعد ما استخدمته شهر واحد حسيت انه بلش الموضوع يساعد ويطلع. وطبعا اذا استمريت فيه اكتر اكيد رح يعطي نتيجة احسن. فانا استخدمته من البداية بس مشان البيبي هير يطلع ومشان الكثافة بس طول لي شعري كمان. طبعا مو اي شركات بيبيعوا الاصلي بس انا الشخصي اللي وصيته منه الزيت الافغاني تبعه اصلي 100% وكمان مصرح من هيئة الغذاء والدواء. فرح احط لكم الرقم لحتى اذا حابين توصوا منه كتير كتير بينفعكم يلي عنده مشاكل فراغات بالشعر او حتى للدقن للشوارب او للاطفال. الاطفال بتستخدموه يوم ايه او يوم لا مو مثل الكبار. الكبار لازم اول اسبوع كل يوم مثل ما قلت لكم. فبتستخدموه في له كذا استخدام فرح يفيدكم. اوكي سو خليني اقول لكم انا كيف بستخدمه عاده. بحطه بهذا. هذا طبعا بيجي معه مثل هيك كونتينر فيه هدول مثل المشط من هون وهدول فيهم ثقوب بيطلع منهم الزيت. شايفين انا عاده بحط هيك كميه صغيره يعني ما يعني ما بستهلك كثير لانه بس بنحط على فروه الراس مو على كامل الشعر فما رح تستهلكوا كميات كبيره. فبتحطوه بهذا الكونتينر وبتسكروه وبس. بعمل هيك بعمل له مساج كتير ضروري المساج. يعني انتم بتعرفوا دائما يعني مساج كتير ضروري لفروة الراس بيحرك الدورة الدموية وهذا الشيء كمان بيساعد لتكثيف الشعر وتطويله.
زائد انه فيه هاي الزيوت اللي كتير مفيدة للشعر طبعا، فبحطه هيك وبعمل له تدليك اول اسبوع كل يوم، بعدين بيصير يوم ايه يوم لا، وبعد ما تخلصوا الشهر بيصير فيكم تستخدموه بالاسبوع مرتين.